بمدح حل الاحتمال مقاضي بل لازم يبين كفه ندية بالكرم مثبوت بالعلم لكن شيخ المراقي قاسي بالطرات سيف باليمين محزن ظهر فك الرقاب اللي ورا باب الحديد يا هاجي سيهة البيوت اللي لها وزن ثمين انصابها الليباني انطباع على اساس القوي قرم يحوش الطايلة في كل وقت كل حلة في بنوك المرجلة تاريخ محسوب الرصيد بمدح حل الاحتمال نقابي بل لازم يبين كفه ندية بالكرم مثبوت بالعلم لكن شيخ المراقي قاسي بالطلات سيف باليمين محزن ظهر فك الرقاب اللي ورا باب الحديد مرزوق بن زايد حفظ مجده على طول السنين طريق صار العزي والتقدير والراي السديد دايم يا ابو زايد معودنا على سمن وسمين ضاع المواقف راعية الامجاد من نعم فريد يشهد له التاريخ من عصر الجدود الاولين انك زعيم المرجلة منك المواقف تستفي صاحب كرم في مجلسة تلقى الرجال الغاني من كفو كفو والله كفو فعلك على ذلك شهيد جاتك يا ابو زايد قصايد لا عساكم سالمين رصيدنا علم الوفا والكل وفا شعر جديد انظري واعتبر سوى مصيري واحد عارف جيراني وانسب عواني والوفا دايم يزيد انظري واعتبر سوى مصيري واحد عارف جيراني وانسب عواني والوفا دايم يزيد واختامها صلوا على سيد البشر يا سامعين اعدادي من حج الحرم ويطوف بالبيت الوحيد نقابي بل لازم يبين كفه ندية بالكرم مثبوت بالعلم لكن شيخ المراقي قاسي بالطلات سيف باليمين محزن ظهر فك الرقاب اللي ورا باب الحديد مرزوق بن زايد حفظ مجده على طول السنين طريق صار العزي والتقدير والراي السديد دايم يا ابو زايد معودنا على سمن وسمين ضاع المواقف راعية الامجاد من نعم فريد يشهد له التاريخ من عصر الجدود الاولين انك زعيم المرجلة منك المواقف تستفي صاحب كرم في مجلسة تلقى الرجال الغاني من كفو كفو والله كفو فعلك على ذلك شهيد جاتك يا ابو زايد قصايد لا عساكم سالمين رصيدنا علم الوفا والكل وفا شعر جديد انظري واعتبر سوى مصيري واحد عارف جيراني والوفا دايم يزيد انطيري واعتبر سوى مصيري واحد عارف جيراني وانساب عواني والوفا دايم يزيد واختامها صلوا على سيد البشر يا سامعين اعدادي من حج الحرم